تبويب جديد من تبويبات الإمام البخاري. نعيش في هذه الليلة بمشيئة الله من كتاب اللقطة، فأسمعنا يا أبا عبد الرحمن. باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. نعم، إذن هو يتكلم عن لقطة خاصة في مكان خاص، وهي لقطة أهل مكة. إذن تتغير الأحكام بتغير المكان، يتغير وتتغير الأحكام بتغير المكان. فنحن درسنا أحكام اللقطة بشكل عام، لكن هذا المكان له أحكام خاصة. فذكر أهل العلم الخلاف في لقطة أهل مكة على أقوال، وذكر ذلك ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري. انظر: ألف، حكم لقطتها كحكم سائر البلدان. إذن هذا القول الأول، حكم لقطتها كحكم سائر البلدان، وهذا مروي عن مالك وأبي حنيفة وأحمد. إذن أحكام التي درسناها في اللقطة في سائر بلاد المسلمين هي الأحكام التي في مكة. هذا من قال هذا القول؟ نعم، الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد، الجمهور. القول الثاني: باء، لا تحل البتة. طبعا احنا مرة معنا من أحكام اللقطة أنك تعرفها سنة، فإن لم يأتي صاحبها حلت لك. لكن هذا القول الثاني قال: لا تحل البتة، وليس لواجدها إلا إنشادها، وليس لواجدها إلا إنشادها. إنشادها أي يعلن ويرفع صوته، هذا من ناحية اللغة. أما صور كثيرة يعلن أنه وجد شيئا لكن لا ينتفع بها حتى لو مرت السنة، وهو قول الشافعي وابن مهدي، وهو قول الشافعي وابن مهدي وأبي عبيد، أبي عبيد القاسم بن سلام. إذن هذا القول الثاني. القول الثالث: لا تحل إلا لمنشد، أي سامعا ناشدا يبحث عنها. يعني يجوز لمن ضيع شيئا أن يرفع صوته بهذه اللقطة، فمن سمع صوته له أن يرفع هذه اللقطة ويقول له: هذه لك. إذن وجدتم ورأيتم القول الثالث عكس القول الثاني. القول الثاني يقول الذي يجدها هو الذي يرفع صوته أو يعلن عنها. القول الثالث يقول الذي يفقد هذه اللقطة هو الذي يرفع صوته ليبحث عنها أو يكتب إعلانات إلى غير ذلك من الصور. فمن قرأ الإعلان ورآها له أن يرفعها ويذهب بها إلى ذاك الشخص. هذا القول الثالث. القول الرابع: هي لربها الذي يطلبها. إيش يعني لربها الذي يطلبها؟ كيف يعني صاحب الذي يطلبها؟ وكلها يعني أحسنت، يعني اتركها مكانها حتى يأتي صاحبها فيلتقطها، يرجع إليها وسوف يبحث، سوف يرسل أقواما، سوف، فبعد ذلك تبقى في مكانها، أنت لا تلمسها لا تعبث بها.
إذن هناك أقوال أربعة في لقطة مكة. قلنا الثالث نعم لجرير الحميدي وإسحاق بن رهوي والنضر بن شميل، بس يا ولد ورا، والنضر بن شميل. أما الرابع ذكره أبو عبيد ولم يعزه لأحد، هكذا قال ابن بطال. نحن ننقل من كتاب ابن بطال شرح صحيح البخاري. طيب هذه الأقوال الأربعة من يعيدها؟ على الأقل يعيد القول الأول وينسب القول لمن؟ تفضل. أنها حكم لقطة أهل مكة كحكم سائر البلدان، وهذا قول أبو حنيفة ومالك وأحمد. نعم. شو يعني؟ أي أن أحكام اللقطة في أي بلد هي نفس الأحكام في مكة. نعم، أن الأحكام اللقطة التي درسناها بشكل عام هي تنطبق على إيش؟ أهل مكة، وهذا قول ماذا؟ مالك، وقول أبي حنيفة وأحمد. القول الثاني ما هو؟ مع الشرح بدك تشرح. اثنين، لا تحل البتة وليس لواجدها إلا إنشادها، بمعنى أنه الذي وجدها لا يحل له ارتفاع بها بعد السنة، له فقط أن يعلن ويبحث عن صاحبها، فقط الإعلان. وهذا القول الشافعي وبالمهدي وأبو عبيد القاسم. نعم، هذا هو القول الثاني، أن لقطة أهل مكة ليس له أن ينتفع منها البتة حتى مع مرور السنة، وله فقط أن يعلن عنها برفع الصوت، بكتابة الإعلانات، إلى غير ذلك من الأمور. القول الثالث ما هو؟ تفضل. أنها لا تحل إلا لمنشد، أي لا، أي من فقدها هو الذي ينادي ويرفع صوته يبحث عنها في الحرم. وهذا قول من؟ هو قول إسحاق بن رهوي والنضر بن شميل وجرير الحميدي. نعم، إذن هذا القول الثالث، أن الذي فقط الذي يعلن ويرفع صوته ويكتب هو فقط الذي ضيعها، هو الذي إيش؟ ضيعها. ومن وجد وقرأ الإعلان أو سمع هذا المنشد وقتها له أن يلتقطها ويعطيها هذا الذي فقدها. قول الرابع اللي ما شارك، تفضل. هي لربها الذي يطلبها، أي تتركها مكان حتى يتصحبها ويأخذها. نعم، ذكره أبو عبيد ولم يعزه. نعم، ذكره أبو عبيد ولم يعزه، حتى تترك في مكانها لأن صاحبها سيرجع إليها. ولما هذا القول الرابع؟ قد يظن البعض أنه قول ضعيف جدا. لا، له وجه. لما؟ لسببين. ما هو؟ واحد، في الغالب من تضيع منه شيء يرجع ويبحث عنه. لا، احنا بنحكي عن أهل مكة، كلامك صحيح بشكل عام، بس عن أهل مكة وجود حديث ضعيف ينهى عن الأخذ في أهم النظر. النظر أن هذا الشخص الذي سوف يلتقطها في الحج وفي مكة على الغالب ليس هو من أهل مكة، وبالتالي سيأخذها معه. إذن كيف سيعرفها؟ اثنين، أن الشخص الذي أضاعها نفسه هو سيسافر، لن يبقى ينتظر حتى يجد هذه اللقطة. فبالتالي ما هو الحل؟ لا يأخذها ولا هذا، وإنما تترك في مكانها. هذا قول، وإن كان ليس هو الراجح، لكن له شيء من الاعتبار، له شيء من الاعتبار. حقيقة عندما تسمع كل الأقوال الفقهية، بعضهم يصور قول فقهي لعالم أن هذا قول شاذ ولا مش بهذه السهولة، ليس بهذه السهولة أن تقول عنه شاذا. هناك توجيه، حتى لو كان قل هو مرجوح، يعني ليس هو الأقوى وليس هو الراجح، نعم لك ذلك. أما أن تبدأ تصور القول
أنه شاذ وتكثر من هذا عن العلماء فلا، يمكن أن تفعله مرة مرتين، أما تجعل كلما وقفت على قول قلت هذا شاذ وبالتالي يعني ما قول مهجور، ولا عبارات حقيقة تنم عن ضعف النظرة الفقهية عند هذا الشخص. طيب نسمع الآن، إذن ماذا يصبح معنى هذا التبويب؟ ماذا يصبح معنى هذا التبويب؟ تفضل. هذا وجه، هذا باب في بيان كيف تعرف لقطة أهل مكة، لكن في وجه آخر بما أنه في خلاف. نعم، هذا باب في بيان حكم تعريف لقطة أهل مكة، فكيف مقبولة وحكم مقبولة.